هذه هي الغزاره تم دخلت 0.5 حصان جبد بالكميه هذه نستعملوها على الري لانها ما تضيعش الماء بزاف. شوفي قوي الله يبارك هذه 0.5 حصان بتقنيه الطرد المركزي. هذيك التقنيه الطرد المركزي بمروحه محيطيه تلقاها تجبد ثلاث اضعاف هذه الكميه. المدخل اللي كانت تدخل في المياه ونسقي بها الشجره هي كيما هذه 0.5 حصان، معظمها تدفع بين 25 متر عموديا حتى 33 متر عموديا وتلقاها تسحب حوالي 33 لتر في الدقيقه. تقدر تقول تملى لك صهريج تاع 2000 لتر في ساعه. نستعملوها غالبا لضخ المياه ولا غي وتموين منزل، ونستعملوها مثلا في شقه ابارتمون ولا منزل صغير. تقدر تطلع لك الطابق الثاني والثالث، هادو كامل 0.5 حصان. هذه عندك هذه تصميم شويه مختلف بصح تقريبا نفس العمل، نفس التقنيه نفس العمل نفس الطريقه. تلقى لامبيلر يدير فرق في الضغط ويطلع. هذه الاختلاف تاعها انهم زادوا لها البرج المائي هذا بما ما تسحش تبرجي ما تسحش تنفيس وتلقاها شويه ساكته. لكن كاين مدخلات خلاب 0.5 حصان لكن الضغط تاعهم يعادل ثلاث اضعاف هذو العاديين. وهي هذه هذه تسحب لك حتى 90 لتر في الدقيقه، والغاطسه 0.5 حصان لكنها تسحب 100 لتر في الدقيقه. والسبب انه هذه المروحه تاعها كبيره محيطيه كبيره بزاف، وهذه ما عندهاش كريبين تجبد مباشره، هي بعد لا كريبين. المضخه هي نفسها هي السحاب تجبد حتى 100 لتر في الدقيقه، لكن لثقل الماء ما راحش تدفع المسافه طويله. هذه توصل لك 25 متر 22 متر عموديا. نستعملوها كذلك لتوصيل المياه ولا لتموين شقه ابارتمون ولا منزل صغير بصح ما تدفعش الطوابق عليا. وهذه نفس الشيء، هذه تدفع لك 17 متر عموديا تقريبا نصف هذا، لكن المياه راح تسحب كميه كبيره على حسب الاختيار تاعك. تستعملهم كامل لاغي، اذا عندك نقولوا مثلا بستان صغير استعمل هذه افضل، والله منزل بدون طوابق استعمل هذه، واذا احتجت المياه ثاني والله عندك باشاو خزان تحت ارضي استعمل هذه، اذا عندك طوابق ثالث يفضل ما استعملش الغاطسه استعمل هذا. هذه ثاني مليحه بزاف لاغي، اذا عندك بستان صغير والله باشاو استعمل هذه افضل. كل مضخات الملفات تاعهم من نحاس فيهم حمايه حراريه يعيشوا لك بزاف، والفعاليه تاعهم جيده. اللي مهتم باي مضخه يتصل توصل لكل الولايات.